السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه النهارده؟ جاي لكم فيديو جديد، فيديو جميل كده. بقى هنعمل بقى مع بعض النهارده صينيه لحمه بالبصل في الفرن. هي مسلوقه مش مسلوقه؟ ماشي يا حبايبي. فقبل كل حاجه بقى نشترك في القناه ونفعل زر الجرس عشان يوصل لنا كل جديد مع يوميات ام اسلام العرابي. هنعمل بقى ايه مع بعض النهارده؟ معانا طبعا لحمه مسلوقه، فعندنا ابني ما بحبش يلاقي اللحمه المسلوقه، فبحبها يعني في صينيه، في بصل، صينيه بطاطس، الكلام ده. هنعمل بقى مع بعض ايه الصينيه بتاعتنا. يلا بقى نشوف بقى المقادير بتاعتنا. يلا بينا. معانا دلوقتي ادي الصينيه بتاعتنا، هنحط فيها حبه بصات كده سمنه او زيت الموجود معانا. بقى ايه معانا؟ اربع حبات بصل متقطعين بالشكل ده، معانا حبيتين جزر متقطعين برضو في مكعبات، وحبيتين فلفل حلو وحار ده زي ما انتوا عايزين، يعني اللي ما بيحبش الحاجه الحاره. ومعانا اربع حبات طماطم وفوقهم فصين توم متقطعين بالشكل ده مكعبات. ماشي يا حبايبي. طبعا معانا معلقه فلفل، معانا معلقه بهارات مشكله، معلقه فلفل، ملح وفلفل. ماشي يا حبايبي. يلا بقى بنا ادي السمنه بتاعتنا او الزيت بتاعنا قادح، هنحط بقى ايه البصل بتاعنا، يدوبك هندب بلوبات يدبل بس معانا. طبعا معانا حوالي عن كيلو ونص لحمه مسلوقه بشوربه عادي، كانك سلقه اللحمه مسلوقه عادي، بحيث ان احنا نستعمل الشوربه برضو في مشروبها. ماشي يا حبايبي. طريقه جميله بسم الله ما شاء الله عليها، يعني ايه هتحبوها بس جربوا الطريقه دي. ماشي يا حبايبي. هنا بقى البصل بتاعنا يدبل، هنحط عليه ايه الفلفل بتاعنا الاخضر. هندبل بس البصله بتاعتنا، يا دوبك تدبل بس حاجه بسيطه، هنحط معاها ايه معلقه الملح عشان تدبل معانا وما تاخدش معانا وقت. معلقه الملح بتاعتنا هي ما نكترش طبعا، عشان طبعا اللحمه بتاعتنا مسلوقه فيها ملح وفيها البهارات بتاعتنا، فاحنا هنحط حاجه بسيطه بس عشان خاطر البصل والخضار اللي احنا هنحطه ده، طبعا ما فيهوش بهارات ولا ملح، فهنحط عشان ايه الخضار، هنحط الفلفل والملح عشان خاطر ايه الخضار. ماشي يا حبايبي. دوبك تلوحة كده بسيطة يدبل معانا البصل، ونحط بقى ايه الفلفل بتاعنا زي ما قلنا يا حبايبي. الفلفل الحار ده اختياري مش اجباري، يعني ان انت تحطي زي ما لو ما بتحبيش الفلفل الحار مش لازم تحطيه. نحط بقى معانا ايه معلقه بهارات اللي هي السبع بهارات، يعني تشكيلة البهارات دي يعني أنا عاملاها بس جميلة، يعني عاملاها بجميع البهارات اللي عندي، أكتر من 10 نوع بهارات جميلة بستعملها في الأكل كله. ماشي يا حبايبي. هنحط بقى البهارات زي ما أنتوا شفتوا، بحيث إيه إن ريحة البهارات تطلع في المادة الدهنية مع البصل مع الفلفل. هنحط بقى ايه الجزر بتاعنا، طبعا زي ما قلنا اربع حبات طماطم متقطعين مكعبات وفوقهم فص توم او فصين. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط
هنحط بقى ايه، هنغطي بقى عليها يعني حاجه بسيطه. طبعا احنا قلنا اللحمه بتاعتنا مسلوقه، مسلوقه مستويه كويس ماشي. فاحنا هنسيب الحاجات بتاعتنا اللي احنا عملناها دي نغطي عليها 10 دقايق ولا حاجه، يعني تستوي نص تسويه كده، ونقوم حاطين فيها اللحمه ونرجع لكم تاني عشان ما نطولش عليكم. ودلوقتي بقى يا حبايبي، بعد ما الخلطه بتاعتنا اللي احنا هنحط فيها اللحمه استوت، بس نسيت اقول لكم ان حطينا والخلطه بتستوى، حطيت حوالي عن مج كده او طبسيه شوربه. مفيش شوربه عندك خالص، واللحمه كانت بايته مثلا من قبلها بيوم ومفيش شوربه مثلا، مفيش اي مشاكل، تحط ايه طبسيه ميه ماشي يا حبايبي، عشان ايه الميه تساعد ان الخضار بتاعنا يستوي. فطبعا الوقت احنا طبعا عندنا الشوربه عشان احنا لسه سالين اللحمه النهارده، حطيت حوالي عن طبسيه حلوه كده ايه شوربه. دلوقتي معانا اللحمه بتاعتنا هي المسلوقه زي ما قلت لكم، هنحطها بقى. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا يا حبايبي كده بقى، اللي ما اشتركش في القناه يشترك. هنحط بقى الطماطم بتاعتنا ونحاول نقلبها بالخلطه الجميله بتاعتنا دي، عشان ايه نخلي اللحمه بتاعتنا لما تخش الفرن تبقى تشرب من الخلطه بتاعتنا دي كلها. لو انتوا شايفين يا حبايبي بالشكل الجميل ده ماشي، هنعمل ايه بقى، هنلفها بالورق الفويل بتاعنا ده عشان ندخلها الفرن. طبعا احنا مسخنين الفرن، هنحطها ايه هندخلها في الفرن على طول، مش هتاخد وقت ولا حاجه، يا دوبك بس ايه حوالي ايه على ربع ساعه في الفرن. وبعدين نقوم نشيلين دي عشان نحمر الوش، نشيل الورقه دي عشان نحمر الوش. الشكل الجميل ده بقى بجد بجد، جربوا الخلطه دي، يعني مش كل مره نسلق لحمه لازم نغير طبعا. فطبعا ايه قلنا بقى نغير، يعني ما عملتهاش الا ما جربتها قبل كده، فقلت لازم ايه اعملها معاكم عشان تجربوها. فهنروح بقى نحط الصينيه بتاعتنا الجميله دي في الفرن، ونرجع لكم تاني نشوف التركه الاخرانيه بقى ايه بتاعه اللحمه بتاعتنا. شوف ايه، يلا نرجع بقى، نروح نحط الصينيه بتاعتنا في الفرن ونرجع لكم تاني. كده بقى يا حبايبي، بعد ما طلعنا صينيه اللحمه بتاعتنا بالبصل من الفرن، يعني والله العظيم بسم الله ما شاء الله، ريحه ما فيش بعد كده. انا بجد بجد الخلطه دي ريحتها روعه، وبسم الله ما شاء الله بقى لو ذقتوا اللحمه. فانا يا ريت بقى كل واحد فيكم يشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مع يوميات ام اسلام الغرابي. يلا بينا بقى نفتح الصينيه بتاعتنا الجميله دي، شايفين بقى الحلاوه بجد، ريحه مفيش بعد كده بقى، طعم بقى. يا ريت بقى نجرب بقى الخلطه بتاعتنا السحريه الجميله دي، بدل ما نسلق لحمه وكل يوم نسلق، لا نغير بقى اللحمه بتاعتنا ونسلقها مثلا، نستنفع من الشوربه برضو ونعمل الخلطه الجميله دي. فيلا بقى يا حبايبي، كل اللي ما اشتركش في القناه اشترك وفعل زر الجرس مع يوميات ام اسلام العرابي، حطوا لايك كتير وشجعوني بقى، ومع يوميات ام اسلام العرابي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.